النهارده كمان نقابه الغزل والنسيج اعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفتره جديده. خليني ارحب على التليفون بالاستاذ رئيس النقابه. استاذ عبد الفتاح، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ عبد الفتاح. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. النقابه اعلنت النهارده بتناشد وبتأيد سياده الرئيس في الانتخابات القادمه. صحيح. ايوه، قولي البيان. مجلس ضبط النقابه العامه اليوم اعلن في بيانه دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولايه ثانيه. لان الحقيقه اي حد يرى ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات الماضيه وتحول البلد من بنيه كانت متهالكه الى بنيه حقيقيه، سواء كان في شبكه الطرق او في كباري او في بنيه تحتيه، في صرف صحي، في مياه، في كهرباء، بالاضافه الى ما تشهده مصر من تطور كبير في المشروعات العملاقه مثل العاصمه الاداريه واصلاح الاراضي الزراعيه وما تم من استزراع مساحات كبيره وصلت الى ملايين الابدنة في الضفه الغربيه. انا بتصور ان هذا الامر الكبير اللي كل شاهد عيان شايفه يجعلنا باسم عمال الغزل والنسيج اللي بالغ عدده 1,200,000 نعلن تأييدنا وترشيحنا. العدد عندكم اكتر من مليون، بتتكلم في مليون، مليون وربع تقريبا، مليون وربع تقريبا، مليون وربع. ده في النقابه العامه للغزل والنسيج، غزل والنسيج فقط. فقط أيوه. غزل والنسيج على مستوى الجمهوريه موجودين في 20 محافظه. ايوه. من هنا اعلنتوا نتيجه ما حدث في الفترات القادمه، اعلنتوا التأييد للترشح للفترة القادمة. بالتأكيد أعلننا عن قناعة وعن رضا وعن تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحفاظه على الدولة المصرية والأمن القومي لمصر. العمال بقى هنا، العمال بقى هنا أستاذ عبد الفتاح واعيين للمخاطر اللي بتمر بيها الدولة المصرية. والله يا أستاذ عزة، أنا مش عايز أخفى عليك سرا إن النقابة كانت سباقة خلاف أي حد قبل كده، إن إحنا عندنا أكاديمياتنا موجودة سواء كبيرة وموجودة في جمصة أو موجودة في الوجه القبلي، بندرب ناسنا وبنثقفهم بحجم التحديات اللي بتواجهها الدول مهم في هذه الفترة. نعم. وإحنا نعلم جيدا ما يحاك لمصر على السوشيال ميديا ومن خلال الناس المخربين الذين يبثون أفكار وسمومهم من الخارج. أتصور أن إحنا كنا سباقين في هذا الإطار بعقد دورات تثقيفية لتوعية العمال داخل مواقع الإنتاج بأن مصر دائما مستهدفة، وأن ما فعله الرئيس السيسي هو الحفاظ على الدولة المصرية. ويكفينا يا أستاذ عزة، يعني أي شيء، أي واحد قارئ لأحداث 2011 وما بعدها في 2012 و2013 يعلم جيدا حجم الانفلات الأمني اللي كان موجود، وكلنا كان لنا أولاد وكنا بنتعقبهم بنسس عليهم كل ثانية ودقيقة خوفا من تعرض حد ليهم. إنما النهاردة مصر تعيش أمن وأمان. خلينا ننظر لحوالينا. ايوه، الدول اللي حوالينا دي خد بالك بس التليفون بيقطع. حضرتك قلت لي خلينا ننظر للدول اللي حوالينا. علشان على الطريق. اوكي طيب، عشان نسمعك كويس. اي فندم، خلينا ننظر، اخر جمله قلتها انا سمعتها، خلينا ننظر للدول اللي حوالينا. خلينا ننظر للدول اللي حوالينا وما يحدث فيها من ارهاب وتفكك. نحمد ربنا على اللي احنا فيه، ونحمد ربنا على الامن والامان اللي احنا فيه. صحيح كلنا حاسين بالظروف الاقتصاديه اللي عايشينها، لكن اتصور ان الامن والامان هو خير شاهد وخير دليل على ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات الماضيه. نعم نعم، بشكرك وبشكر كل عمال الغزل والنسيج استاذ عبد الفتاح.